ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قبل الآية مقدمة وهي أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وإلى آخره، فكان مبرر القتال هذا. تجد آية أخرى برضو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، السياق مختلف. القضية هنا قضية ناس بيحاربوا هم بالفعل، هتيجي في سياق آخر، ولذلك بيجي الجواب مختلف. هنا الجواب لفسدت الأرض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هناك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. أدي السياق. إذن فالآيتين ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اتنين وردوا في القرآن، بس السياق الأول مختلف والسياق الأخير مختلف، لكن فيه واحدة جامعة بين الاثنين. ألم يقولوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ إذن فالقتال كان بسبب أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. برضو الآية الثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هي هذه الذين أخرجوا إيه؟ من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، برضو هي خروج من الديار، بس خروج من الديار دول خلاهم يقتلوا، وخروج من الديار المستضعفين اللي كانوا في مكة خرجوا من ديارهم لينضموا هناك إلى إخوانهم المؤمنين في دار الإيمان، ثم يعيدوا الكرة ويدخلوا فاتحين هنا. إذن فمرة يكون الدفاع بأن تفر لتقر، ومرة بأن يكون الدفاع بأن تقاتل بالفعل. فالآية التي معنا هنا قاتلوا بالفعل، والآية الثانية خرجوا من مكة ليرجعوا إليها فاتحين. يبقى هذا دفع، يبقى الخروج نفسه هذا لون من الدفع. ليه؟ لأنهم لو بقوا ربما أفنهم خصومهم، فلم يبق للإسلام خميرة، فذهبوا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية، ثم عادوا منتصرين فاتحين إيه إذا جاء نصر الله والإيه والفتح. إذن فالسياق في الآيتين واحد، ولكن النتيجة هناك. هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ليه تفسد الأرض؟ لأن معنى دفاع الله الناس بعضهم ببعض إن فيه ناس ألف الفساد، وفي ناس خرجوا على من ألف الفساد ليردوهم إلى ماذا؟ يردوهم إلى الصلاح. إذن فالحق سبحانه وتعالى يعطينا في الآية الثانية السبب. هنا لفسدت الأرض دي الغاية، بسبب إيه؟ قال لك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن هدم الصوامع، ما هي الصوامع؟ الصوامع هي ما تقابل الآن الدير للنصارى. المتعبدين لله فيه متعبد عام بالتكليف العام، وفيه متعبد تاني ألزم نفسه بشيء فوق ما كلفه الله به. فالذين يعبدون الله بهذه يجلسون في أماكن بعيدة عن الناس يسموها الإيه؟ الصوامع، اسمها اللي هي مقابل الدير الآن. والمعنى العام في التعبد للمسيحيين مثلا الكنائس. يبقى ايه؟ له هدمت صوامع دي لمين؟ لخاصة المتدينين، وكنائس لعامة المتدينين، وصلوات دي بتاعت مين؟ من صالوتة. صالوتة دي يعني مكان العبادة للايه؟ لليهود، ومساجد احنا بقى.